شوف اخواتي، قبل الاكل مباشره نحط فوق زيت زيتون، قطرات من زيت الزيتون وقطرات من دبس الرمان. ما شاء الله يعطي نكهه مو طبيعيه وطعم. شفتوا اخر شيء عند التقديم عشان ما ينزل عليكم مويه. ما شاء الله تبارك الله. هلا والله وسهلا. هنا قطعت الباذنجان شرايح زي ما تشوفون، شرايح وسط، احط عليهم ملح واخليهن شوي لين تنزل المويه اللي فيهن. الملح يخليها ما تشرب زيت ابد. بعدين اذر عليها طحين، شوي طحين برضه، الطحين ما يخليها تشرب زيت، واقليه بزيت غزير وحار. شفتوا اذر عليه شوي طحين واقلبه مع بعض واقليه. شفتوا غطيته بطبقة خفيفة من لا اله الا الله الطحين عشان ما يشرب معي زيت، والحين اقليه، اقليه بالزيت. شفتوا بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا حطيته بالزيت اخليه ينقلي يصير احمر اشقر محمر على قولتها. شفتوا هنا حطيت صينيه عليها ورق نشاف، وهنا ما شاء الله الباذنجان ينقلي. شفتوا شلون، شفتوا اللون ما شاء الله، ولا يشرب زيت ولا شيء، وكريسبي يصير يهبل اذا ذريتوا عليه شوي طحين، نقعتوه ملح لين تنزل المويه حقته. طبق حلو يعتبر من المقبلات وشهي يعني عشاء ولا هذا، المرة حلو. إذا جات ضيوف تقدرين بعد تسوينه، بيعجبهم متأكدة إن شاء الله تبارك الله. أنا اكتشفت إن الخفايف هذه تعجب الناس، تعجب الشابات والشباب أكثر من الأطباق الثقيلة. يعني في ناس يحبون كذا وناس يحبون كذا، عشان كذا أنا ودي أنوع لكم يعني بالأكل، حتى إن شاء الله بسوي لكم أشياء صحية بعد للي مسوي دايت ولا ياخذ معه العمله دايت وهذا، فإن شاء الله أبرضي جميع الأذواق بحول الله. شفتوا الحين شوي بس وأطلعه، خليه يتحمر زين، الحين شوي لسه أبيض وأطلعه بإذن الله. شفتوا الآن خلاص أطلعه، شفتوا يتحمر من وراء من قدام، كل فيه كذا وانزله على الورق، خليه يمص كل الزيت اللي فيه. واصلا ما شرب زيت لاني ماطسته لا اله الا الله الطحين، الطحين ما يخليه يشرب زيت ابد اطلاقا. اذا حطيته الباذنجان بالزيت خواتي خلوه اول شيء حار وغزير، بعدين لا تقصروا النار، خلوا النار عاليه عشان ما يبطي الزيت، قصدي الباذنجان بالزيت ويشرب الزيت، فخلوا النار عالية بالمرة عشان يتحمر بسرعة ولا يشرب زيت. معلومة. شوفوا الآن أصف الباذنجان بهالطبق هذا بالطريقة ذي، شفتوا الطريقة. الحين أكمل باقي الباذنجان وأصف وأرجع أصفه، بس أحط مساحة بالوسط عشان فيها أحط فيها لا إله إلا الله السلطة، وأريكم الشكل النهائي بحول الله. شفتوا الباذنجان رصيناه بهالطبق هذا بهالطريقة هذه. الحين بسوي السلطة اللي أوريكم شي مكوناتها، وحطها كذا بالوسط، تاخذون منها ملعقة تحطونها بوسط هذه، تحطونها بخبز وما شاء الله تاكلونه، شي مو طبيعي ما شاء الله تبارك الله. شفتوا هذا هو الباذنجان، صفيناه بالطبق كذا، وهذه مكونات السلطة اللي بحطها عليها. هنا طماطم، هذا فلفل بارد أخضر، هذا فلفل بارد أحمر، هذا بصل اخضر، هذا بقدونس فرمناه وناعم، هذا جوز خواتي، اذا عندكم جوز البيكان افضل. لا اله الا الله، طحنوه طحن خشن وخلطوه، بس انا ما عندي فحطيت الجوز هذا المبشور، ان شاء الله يقوم بالمقام. هنا ثوم تقريبا 3 فصوص ثوم، وهنا عصير ليمونه كامله طبعا وملح. ابى احط شوي من البابريكا الحار هذا يعطيه لذوعه شوي شوي مو بكثير. الحين شفتوا شلون اجيب باديه احط فيها كل المكونات اخلطهم مع بعض، احط
الفلفل البارد الأحمر والأخضر، لا إله إلا الله، البصل الأخضر، الطماطم، البقدونس، الثوم، أعطينا الملح والليمون، نص الليمونة تقريبا، ما حطها كاملة. أحط البابريكا، أفتح البابريكا شوية، بحط شوي بس يعطيها كذا لذوعة خفيفة مرة. هذا الملح، حط برضو ملح شوي، ما كثر الملح. شفتوا نخلط كل المكونات مع بعض ليه تتجانس مع بعض بالمرة. شفتوا أحط الجوز معه، زي ما قلت لكم هو المفروض جوز البيكان، تفرمونه خشن وتحطونه، لكن إذا ما أنا ما عندي حطيت هذا الجوز المبشور، يعطيه قيمة غذائية بالمرة عالية. بخلطه الحين زين وأرجع لكم بإذن الله. شفتوا هنا ما شاء الله، الحين هاخذ من الخلطة وأحط بالوسط، بالوسط فقط. جيبوا لي ملاس كبير، شوفوا ما شاء الله، أحط اللي بالوسط فقط. تخيلوا الطعم أنتم، بس أبيكم تتخيلون. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، طبق المقبلات صار جاهز ما شاء الله بالمرة، مشهي، قيمته الغذائية بالمرة عالية. حتى ما شاء الله باذنجان ما شرب زيت بطريقتي هذه. إذا بقى معكم سلطة حطوا بطبق جانبي جنب الطبق هذا، وكلهم ملعقة بالمرة، يعتبر سلطة يعني بالمرة مفيدة كل شيء فيها تبارك الله. علينا وعليكم بألف عافية ما شاء الله تبارك الله.